السلام عليكم، معكم دكتور صدري محمود قريطم. النهاردة هنتكلم عن أفضل جيل رول أون بيستخدم لعلاج التهابات المفاصل وآلام العضلات وتصلب الرقبة، وكمان بنستعملوه لآلام الظهر كمان. النهاردة معانا جل فريد ومتميز. يمكن كتير بيستخدم جلات كتير زي الألجازون والموف وحاجات كتير والمنتوبروفين جل، بس النهاردة معانا جل متميز مش زي اللي فاتوا خالص، لأ ده حاجة مبتكرة حديثة مشهور في كل دول العالم، مشهور في دول الخليج السعودية والإمارات. معانا النهاردة بايو فريز جيل رول اون. الجيل ده لو حضراتكم عارفينه في منه نوعين، الرول اون اللي هو زي نظام البلية الدوارة كده تمام، وفي منه اللي هو الجيل العادي. انا بفضل البلية الدوارة، وهتعرفوا ليه في اتفرجوا بس على الفيديو وهتعرفوا ليه بحب البلية الدوارة. طيب البايو فريز جيل رول اون ايه يا دكتور اللي بيميزه، او ايه اللي بيخليه فريد من نوعه، وايه اللي بيفرقه عن باقي الجيلات التانية والكريمات التانية، الالجازون والموف وغيره والالجازال والفاستر وغيره؟ ده الميزة اللي فيه انه فيه عشبة الايلكس، والعشبة دي مهمة جدا ومتميزة جدا في علاج الام المفاصل والعضلات. كمان بيشتغل، وده بقى اللي مغلي سعره، بطريقة التبريد الحيوي، يعني بيسكن الألم عن طريق التبريد، بيسكن الألم عن طريق التبريد. تخيل يعني الجل ده بيسكن الألم في دقائق، في دقائق معدودة. طيب الجل ده بيستخدم لإيه؟ بيستخدم لعلاج آلام المفاصل والعضلات، كمان في تعب العضلات وأوجاع وآلام الظهر وخاصة أسفل الظهر. مش بس كده، ده ساعات يستخدموه الرياضيين لإصابات ساعات الرياضيين، الكدمات وغيره بيستخدم في كده. الحاجة المميزة اللي فيه انه كمان امان في الحمل والرضاعة. تخيلوا بقى الجلد ده امان في الحمل والرضاعة، نتيجة الالام الرقبة عند السيدة الحامل، او نتيجة وضعيات النوم والصعوبة في النوم أثناء الحمل، ممكن تدهن الجيل ده مفيش مشكلة على ظهرها على رقبتها مفيش مشاكل. كمان بيستخدم لالتواءات الساق والكاحل. كمان ليه استخدامات تانية كتيرة لو ساعة آلام الرطوبة أثناء بقى خاصة احنا داخلين على الشتاء، وبيبقى فيه دايما ايه نتيجة الرطوبة وتغير الجو بيبقى في آلام في الجسم كله، خاصة في الظهر والمفاصل والإيدين والرجلين، مفيش مشكلة ممكن يستعمل. طيب استعماله ازاي ده يا دكتور؟ استعماله او بفتحه اهو تمام زي ما حضراتكم شايفين اهو، بسيطة جدا. والميزة اهو زي البلية، عارفين زي نظام مزيل عرق كده، وادهن اهو دهان تمام على المنطقة 4 مرات في اليوم. الميزة كمان اللي فيه انه ما بيسببش او ما بيسيبش اي اثر على اللبس او الهدوم بعد الاستعمال، ده ميزه كويسه جدا. كمان ان انا ممكن اشيله في شنطتي، اشيله في جيبي مفيش مشكله، رول اون استخدمه وقت ما انا عايز، مش ساعه افتح بقى الانبوبه واكب ويتكب مني، لا مفيش الكلام ده. المشكله الوحيده اللي فيه بس انه سعره غالي شويه، سعره 148 جنيه، هو عشان مستورد، ونتيجه زي ما قلنا الطريقه اللي بيشتغل بيها التبريد الحيوي وعشبه الايلكس، والطريقه دي بتبقى غاليه شويه، فده بيغلي سعر الجل شويه. سعر الجل او الرول اون هو نفس السعر 148 جنيه. انا انصحكم ان انتوا تستعملوا الرول اون نتيجه سهوله استعمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.